السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين راهم يوجدوا لكم؟ يعني في حبة كوجا، كما جابوا لكم إيلا، جابوا لكم بلال إبراهيمي، جابوا لكم زدادقة، يعني ذوك سبعة في جوان اللي جابوهم، يعني بقى منهم زوج نوفمبر، واحد ما غاديش يدور. هذا الخطرة بيجيبوا لكم فريق حبة كوجاك في طوع، يعني رسميا هضروا معها، هضروا معاه رسميا، مش المدرب هضر معاه، المدرب مازال ما هضرش معاه، بصح رسميا راهم هضروا معاه وكملوا معاه وكلش، لانه لعاب يعني كان في تاع الايديسات والايفا، وقيل الايديسناف، وقيل عنده 19 عام، وقيل ساهل لعب معنا، ساهل باش يجيبوه، يعني بي كماصاو ساي كماصاو، خليفه كيسموه في غولي، رغم ان كنا بن 2019 يا جماعه، يا جماعه يا ودي، يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه، بصح اليوم وين صبحوا يلعبوا لكم على الاوتار دول سول فول كول، كيما هكا يلعبوا لكم دول سول فول كول، هذيك كل خطره وكيفاش، كل خطره وكيفاش يلعبوا لكم كيما تبغوا، يلعبوا لكم على حساب العقليه تاعكم، على حساب العقليه. وراه 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 ايران، وين راه ذاك زرقان، هذاك زرقان تاع بوردو، وين راه، وين راهم لعابه، وين راه مديوب، وين راه، وين راهم لعابه، لعابه اللي فاتوا على ليكيب ناسيونال. راني نقول لكم ونعاود، مدرب باغي ربع سنين بدون شروط، عامين 2024 بيديرها كادو لصحابه، يعني ويكونوا مكملين 36 35 34 يكملوا، من بعد من بعد 2024 يكماصا، يقول لك فماك غادي يكون ضخ دماء جديده، بصح يكون قد فات الاوان، منتخب باش تبني خويا، خاطش هو راه باغي، هو راه حاسب باللي 10 يروحوا، حاسبها بانيك غير بالرقاد، راه حاسبها بانيك غير بالرقاد، 10 ما تغاديش تروح بالرقاد، خاطش راني عطيتك 15 منتخب، يعني راهم يوجدوا في روحهم احسن تحضير. 15 منتخب خويا، ما كاش غير زوج ولا ثلاثه في الجزائر. الناس هي فرحانه، قال لك يا ودي رانا مكلاسين 37 في الموند، يا ودي الرجاله، الرجاله راهي في، الرجاله في الكوب دي موندا، ما تضحكوش على الغاشيه. كنا نقولوا باللي لازم غادي ما غادي مع هذا المدرب غادي نوصلوا 10 موند في الموند، 10 في الموند، ما كيعاودوا ضربوكم، ضربوكم بطالو ردوكم ب 10 الرولي، تولينا 41 في الموند. ما يهفوكمش هذه النتائج وهذه الارقام هذه، كاع راكم تغنوا بها، كنتوا تقولوا باللي لازم منا حنايا 10 في الموند ونجيبوا كوب دي موند، 10 في الموند وتجيب كوب دي موند، اقعد تبع 37، ماهيش رقم، ماهوش انجاز، ماهيش انجاز، ماهيش انجاز، ماهيش انجاز، ماهيش انجاز، على بالك كاع الربحه اللي ربحتوها ما وصلتوش، خاطش نهار الحاج نهار اللي وخر كنا 26 في الموند، مع الحاج وصلنا ل 20 في الموند، مع الحاج ولينا 16 في الموند، قسم فرنسا 17، مع الحاج مي وخر ودايرين له مؤامرات ودايرين له يهرسوا 26 في الموند، قضبها سيزاتشي وكماصات موليا، وصلنا 75، من بعد عاودنا ولينا 28، من بعد عاودنا ولينا شحال 41. هذه هي وين بدا الكلام، يعني كلام المعسول، كلام تاع بنجيبو فانيك، على بالك رانا كل خطره يقول لك لقد بدانا في ضخ دماء، وسبعه اللي فاتوا، سبعه في جوان، انا راني قارع الشهر الجاي، نقارع السبعه تاع جوان، سبعه تاع اللي داروا لهم لي ستاتي، تاع اللي داروا لهم لي ستاتي، سبعه اللي داروا لهم لي ستاتي برك، خاطش كاينه اجونس تاع المحتاج تاع لي ماناجير، كاينه وحده في باري قلبتها مراه وهي تاع راجل قلبتها مراه، وكاينه وحده في قطر، هذو خرجوا جدد، هذو خرجوا جدد، وحده في قطر، خلينا من تاع ودزتشي اللي في لاسويس، راني نهضر لكم على تاع قطر وعلى تاع باري، راني نهضروا على ذو زوج اللي خرجوا جدد. على راني نقول انا للصحافه، نتوما على بالكم اش كاين، هضروا الصح اليوم، ماشي حاجه تاع 2016 تجيبها تهدرها
2022 والحياة تاع 2022 باش نقطعوا المرض، حبسوا المرض، اضرب المرض حبسه، تهدرها لي تال 2030 مع تكون تروطار. انا هدر ضروك شكاين هذه هي. وين وين يتعلق هذا الامر بلعاب جزائري صاعد فارس شعيب الشعبي الشعيبي الذي ينشط مع فريق تولوز العائد من جديد الى الدور الفرنسي هذا الموسم، والذي قدم معه مستويات لافته. اللاعب وسط الذي لم يتجاوز عمره 19 عام تمكن في الفتره الوجيزه من فرض نفسه مع يعني تولوز، حيث انه ظهر في 7 مباريات حتى الساعه، 4 منها بصفة أساسي، ويقدم شعيبي عروض محترمة لأبعد حدود، مما سيضعه في حسابات المدرب المنتخب الوطني الباحث عن لاعبين لتعويض سفيان فيغولي في وسط الملعب محاربين الصحراء. ونقولوا بلي الناس هذو انت كيفاش عندك لاعبين ضروك واجدين في طعم، وتجيب هذا وتجيبه صح، تجيبه وتدير له لعاب دولي تدبره، ام كاينين لعابه بصح انتوما راكم تجي كيما نهار راح جاب مليو تيرا ذاك زرقان راح جابه باش يبلع على عدلي، انا على بالنا شكاين، راح جاب زروقي مشي المنصب تاعو بغا يردو اسطوره، هو مشي المنصب تاعه اليوم يقعد يجيب لكم يعني 17 20 متوسط طاب طاب. زروقي على مريزق على ما يديرش، مريزق على ما يلعبش، قال لك ضغط، هاودي هذا الضغط نتايا، هذا الضغط اللي ما يلعبش حنايا معترف بها عالميا يخدموا بها مباريات وديه، ضغط ماشي ضغط، لعب اللعاب شوفه انت وين تتلعبه، وين تتلعب هذه اللعبه يا درا، هذا زرقان هذا غادي تجيبه، لك تجيب له واش تجيب، جيب الفيتنام لعب كونت الفيتنام لعبه، جيب لي ميني نتاع تاع البرازيل جيبهم ولعب هذو جدد، خاص نعرفوا باللي انت يا انت غينيا ما بغيتش تلعب هذا كيسموه هذا مريزق هذا، ما تلعبهمش وما تجيش تعيط لهم غادي نتوما هذا مريزق غادي تزيدوا تشوفوه، والله ما يزيد يجي كاع، انا نقول لكم كاع وين راهم 7 اللي هضروا عليهم في جوان، جاو 7 ضخدي وبداية العمل وسوف ننطلق من جديد وسوف نفترس افريقيا، نفترس من ويبقى زوج، قلت لكم انا قلت لكم نهار اللي جاب 7 قلت لكم غادي يقعدوا زوج، من زوج هذوك يصفي منها يعني مولي نوفوم تولي الى ما تبليساش عطال يجيب زدادكا، الى ما غادي يجيب بن عياده ويجيب عطال وزدادكا راح، هذا الخطر يجيب لكم طروه الكاس ما يدبر لكم لعاب طروا يجيبه من نو طروا وسوف صاعد ولعاب صاعد وسوف من على فما كان والو فانك، غير هي يقتل فيها بلا معاود، ولا في غولي في جونفي يسني يعاود يولي راخر يعاود يولي مليار راخر يعاود يولي مليار، وتشوف كونت النيجر وتشوفو كونت تنزانيا وتشوفو كونت الاخر تشوفو كاع ليكيب يعني ما غاديش تتبدل، وعقلوا عليها مليح، انا نقولها لكم نعاود من هذا المنبر، عوار جنسيه جزائريه 100% ينتظر يعني في المدرب، ينتظر في المدرب، خدم كاع كواطو قاضي ماضي صايك راه ينتظر في المدرب، هذا مكان هذه متالي كاع، هذا روح جيبو شعباني روح جيبوه ومن بعد نشوفوا في كونتر النيجر فانيك هي الى الويره الى الويره، اكتشاف المدرب بالك جاي وجدوا طابيات وجدوا منا جات العريضه جات دبروا عليها وين تبات الا فباتت على الحصيره على الحصيده بايتة تتقلب في الحصيده، هذا الى كيما هذو اليوم يجوا كيما هكا بالك وشاد فني، وهذه الخطره بالك غادي يجيب لكم ذاك مهدي بوجمعه هذاك غادي يجيبوا لكم وكما صوفوا لهم بالك 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 ومن بعد فين كي هي غي هي غي هي غي هي غي هي فيم غي هو فيم شتو تاع اللي كانوا يجوا يعاودوا يروحوا غي هي هي كيف كيف هي كيف كيف مكاش انا نقول لكم مكاش، ما تنساوش عطونا جيم
كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله ربي يكون معكم وربي يحفظكم ودائما معكم جديد. تعيطوا خدي.